الحزن هو ذاته الحزن بيكبر لأنه مع الوقت نشتاق لبعض أكثر وأكثر لألكسندرا، منحس إنه هي منا معنا. الفرق الوحيد هو إنه منقوى، يعني اليوم الفرق بين هلأ وسنتين قوينا. ما لازم ننسى إنه نحنا بثانية بأربع أب تغيرت كل حياتنا، فقدنا بنتنا، خسرنا بيتنا، كل حياتنا تغيرت. المجرم ما بيحاكم حاله طالما وكسرنا كلنا نعرف قديش مدى تواطؤ المنظومة وحتى الناس اللي بعدهم كتير كتير موجودين باللي صار. أكيد يعني أكيد فقدانين العمل بالعدالة بلبنان. نحن من الأول أصلا كنا كتير واضحين من هيدا الشيء، ما رح نحط جهد للعدالة اللبنانية إلا تنفرجي إنه العدالة رح تسقط. يجب أن لا يفقدوا الثقة بالقضاء اللبناني، يجب أن يتابعوا العمل لدفع السياسيين للعودة عن نيتهم في العرقلة. على السلطة أن تعود عن عرقلة الملف القضائي.